السودان إلى السعودية في الجزائر، الدبلوماسية المصرية نشاط مكثف لحل أزمات الإقليم. ضرب معاقل الإرهاب في درنة يكشف خبايا الإرهاب في الشرق الليبي. قطر وأموالها، كتاب أسود وسلسلة مؤامرات لضرب استقرار الخليج العربي. حصاد الأخبار من أونلايف، أهلا بكم. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. إلى ملف حصادنا الأول، ضبط إيقاع الإقليم وحل أزماته الملتهبة هدف كثفت من أجله الدبلوماسية المصرية نشاطها الأسبوع الجاري، تستخدم ثقلها وأحد أهم قواها للتأثير بشكل فاعل في القضايا الإقليمية. انطلاقا من هذا الدور، ارتبطت أجندة اجتماعات وزير الخارجية سامح شكري بعدة لقاءات مهمة، بدأت اليوم بلقاء وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، يعقبه غدا لقاء مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أن يغادر شكري إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع التشاوري لدول الجوار الليبي والمقرر في 5 و 6 من هذا الشهر. نشاط مكثف تقوم به الدبلوماسية المصرية لمحاولة ضبط إيقاع إقليم الشرق الأوسط المشتعل دائما بأحداث ساخنة. أولى المحطات بدأت السبت باستقبال وزير الخارجية سامح شكري نظيره السوداني إبراهيم الغندور في القاهرة للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوضيح المواقف الحقيقية للقاهرة والخرطوم. العلاقة المصرية السودانية علاقة استراتيجية لها عمق تاريخي طويل، هذا ما أكده الوزيران اللذان اتفقا على استمرار التواصل على مستوى القيادات العسكرية والأمنية. بالتأكيد أن قضية الإرهاب وحماية الحدود قضية هامة، فليس هناك من يستطيع أن يقاوم هذه الظاهرة منفردا، وإنما دائما كانت الدعوة المصرية هي بأن يتم التناول شامل لهذه القضية وأن نعمل بالتعاون الوثيق ليس فقط فيما بين الأشقاء ولكن على مستوى المجتمع الدولي، وأن كل الآليات متاحة لبلورتها والاتفاق عليها لتعزيز قدرتنا على حماية مجتمعاتنا في مصر والسودان خصوصا من هذه الآفة، خاصة في ظل الاضطراب الذي يحيط بنا. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أيضا على موعد دبلوماسي مع نظيره المصري في القاهرة يوم الأحد لمناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لعل من أبرزها مكافحة الإرهاب المستشري في دول الإقليم وما وراءه من قوى داعمة وممولة عربية كانت أو غير عربية. ومن المقرر استغلال توافق رؤى البلدين على الخطوط العريضة في القضايا الإقليمية للتباحث حول إيجاد حلول للقضية السورية للمساهمة في استقرار المنطقة. محطة أخرى عنوانها ليبيا ومقرها الجزائر، من المقرر أن تعقد في 5 يونيو الجاري، حيث من المنتظر أن تشهد الجزائر العاصمة اجتماعا جديدا لدول الجوار الليبي بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري للاطلاع على تطورات الأزمة الليبية والمساهمة في إيجاد حلول تشمل الأطراف السياسية وتدعم الجيش الوطني في معركته لاستعادة السيطرة على الأراضي الليبية من قبضة المسلحين. الدبلوماسية المصرية بأعلى مستوياتها تكثف الخطى في مختلف الاتجاهات للمساعدة في إيجاد حلول الأزمات المزمنة التي تعج بها المنطقة، انطلاقا من دور مصر التاريخي الذي حتم عليها أن تكون حجر الزاوية في استقرار الإقليم. للمزيد في هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف السفير أشرف حربي مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية. سعادة السفير مرحبا بك. دلالات التوقيت في زيارة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للقاهرة. سيادة السفير، السفير أشرف حربي يبدو أن هناك مشكلة في إتمام الاتصال، لكن على أي حال زيارة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور يزور القاهرة في هذا اليوم، وجه رسالة إلى أو بعث برسالة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها عن نقل تحياتي وكذلك أفاق التعاون المنتظرة بين القاهرة والخرطوم في هذه الأثناء. وللمزيد في هذا الملف معنا مباشرة الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية في جريدة الأهرام، أهلا ومرحبا بك. بداية،
توصيف المناسب للنشاط الدبلوماسي المكثف لوزير الخارجية سامح شكري، والذي تضمن لقاء اليوم مع وزير الخارجية السوداني ولقاءات مرتقبة أخرى مع وزراء خارجية كل من السعودية وفرنسا، بالإضافة إلى زيارة وشيكة للجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي يضم مصر وتونس والجزائر، يعني وأيضا متابعة الشأن الليبي. كيف تجد هذه التحركات؟ بالتأكيد هذا الذخم في الأداء الدبلوماسي المصري ليس خلال هذا الأسبوع، ولكن على مدى ربما نقول العامين المنصرمين، يعكس التوجه القوي داخل الرؤية المصرية باستعادة الدور القومي والعربي لمصر بل والإقليمي لمحاولة تكريس فعاليتها في التعاطي مع الأزمات الإقليمية وفي حل المشكلات مع الأطراف الإقليمية أيضا، وفي إيجاد مقاربات سياسية للنزاعات القائمة في المنطقة والتي يؤثر معظمها على الأمن القومي لمصر. ومن هنا يأتي هذا الحراك، والذي بدأ اليوم بزيارة وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم الغندور للقاهرة، ولقائه المهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم مباحثاته مع وزير الخارجية وعقدهما مؤتمر صحفي مشترك تم فيه استعراض كافة الأمور وفي شفافية كاملة ووضوح، عكست نزوع البلدين أو بالأحرى توجه البلدين لتجاوز ما بدأ أنه نتوء في العلاقات أو توتر في العلاقات بين القاهرة والخرطوم. على خلف أن هناك ربما أزمة ما بين مصر والسودان، ولكن إلى أي مدى هذا اللقاء يعكس ذلك على أرض الواقع في الاتفاقيات أو ما إلى ذلك؟ لا، هذا اللقاء اليوم لقاء وزير الخارجية السوداني مع رئيس عبد الفتاح السيسي، ثم مباحثاتي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، يؤكد أن البلدين بدأتا مرحلة جديدة في تجاوز ما بدأ أنه توتر في العلاقات خلال الفترة الأخيرة. صحيح أن هناك بعض المشكلات ما زالت تبدو عالقة، لكن بما بدأ أنه مكاشفة ومصارحة في اللقاءين اللذين تم اليوم، أستطيع أن أقول كمراقب أن هناك تفهما لمختلف أبعاد سوء الفهم التي وقعت في الآونة الأخيرة، بالذات في الأيام القليلة الماضية، في ضوء اتهامات الخرطوم للقاهرة بأنها تدعم بعض حركات التمرد في دارفور على ضوء العثور على مدرعات مصرية، ثم وقف قرار السودان بوقف استيراد بعض المواد الغذائية المصرية، كل ذلك، وأيضا موضوع تحديد عدد التأشيرات الممنوحة للمصريين في اليوم الواحد بعدد 5 تأشيرات، كل ذلك شكل نوعا من لا أقول التوتر، ولكن نوعا من الفتور في العلاقات. ولكن الإعلام كما رأينا في البلدين، أقول في البلدين، يحاول أن يضخم هذه الأمور، وهي أمور تبدو طبيعية بين البلدين متجاورين لهما علاقات ولهم مصالح، وأيضا هناك قد يبدو في بعض الأحيان تناقض في المصالح، ويمكن عبر الحوار، صيغة الحوار والتشاور وهي صيغة قائمة بين البلدين، تجاوز هذه النتوءات في العلاقات. هل هناك دلالة لهذا التوقيت لتجاوزها كما حدث اليوم؟ هل هناك دلالة على اختيار هذا التوقيت بالتحديد؟ لا، أنا في تقديري ليست هناك دلالة رمزية لهذا التوقيت. هناك اتفاق على أن تعقد لجنة التشاور السياسي على مستوى وزري خارجية البلدين اجتماعات دورية قد تكون كل شهر أو كل فترة محدودة، ووزير الخارجية المصري زار الخرطوم الشهر الماضي في سياق هذه اللجنة، واليوم جاء الدور على وزير الخارجية السوداني. كان من المفترض أن يكون اللقاء قبل أقل من أسبوع، ولكن تأجل نتيجة بعض الاعتبارات التي نتجت عن تصريحات الرئيس البشير وتعقيب الرئيس المصري عليها، والذي أكد بوضوح أن مصر لا تتدخل في شأن السودان أو في غيره من الدول العربية أو حتى أي دول أخرى. ومن ثم هذه الزيارة تعكس حرص من الجانبين على أعلى على 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 مستوى وزراء الخارجية على تجاوز أي سوء فهم ممكن أن يحدث سواء من قبل القاهرة أو من قبل الخرطوم. نعم، وفي تقديري هذه آلية إيجابية يجب الحرص عليها والتأكيد عليها باستمرار.
أستاذ عزب، ماذا عن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى مصر وأهميتها، وذلك نظرا إلى كونها الزيارة ربما الأولى منذ آخر زيارة له مع الملك سلمان بن عبد العزيز في أبريل 2016؟ أتفق معك أن زيارة الوزير الخارجية السعودي الجبير للقاهرة غدا لها أهمية خاصة. أولا أنها تأتي أول زيارة له للقاهرة بعد نقول يعني استعادة التقارب أو الزخم في العلاقات المصرية السودانية بعد السعودية بعد فترة توقف نتيجة يعني بعض التصورات من هذا الطرف أو ذاك، ولكن كما رأينا تمت المصالحة على مستوى القيادتين سواء في على مهامش القمة العربية في منتجع البحر الميت في مارس الماضي أو في الزيارة المهمة قام بها رئيس الفتاح السيسي للرياض الشهر الماضي، ومن ثم تأتي الزيارة لتشكل امتدادا للقضاء امتدادا لهذا الزخم في العلاقات، وتضع يضع مع نظيره المصري آليات جديدة لوضع كل ما تم التوافق عليه من اتفاقيات سواء خلال زيارة الملك السعودي الملك العاهل السعودي للقاهرة في أبريل من العام الماضي من اتفاقيات مهمة تتجاوز 35 اتفاقية في مختلف القضايا الاقتصادية وأمنية وعسكرية واستراتيجية لوضع موضع التنفيذ، ثم متابعة نتائج القمة العربية الإسلامية الأمريكية وهي نتائج مهمة بالغة الأهمية بالذات على صعيد وأيضا ملف سوري والملف اليمني. سيد عزب برأيك كيف يعني ما الذي من الممكن أن تقدمه مصر للسعودية؟ أنا سأقول لا نقطة يعني قبل ذلك تفضل. قبل ذلك سيتم يعني بلورة توافق مصري سعودي للتعاطي مع ما يبدو أنه دور قطري خارج السرب يؤثر على جهود دول نظام الإقليم العربي في محاربة الإرهاب، بل وجهود دول مجلس التعاون الخليجي، بل ونتائج القمة العربية الإسلامية التي وضعت مسارا جديدا للتعاطي مع ملف الإرهاب. ومن ثم سيتم أيضا في هذه الزيارة بحث آخر تطورات ما يتعلق بالمقاربة السياسية للأزمة السورية في ضوء مباحثات أساسية التي ستعقد خلال أيام، ثم مباحثات جنيف تعقدت قبل أسبوعين تقريبا ولم تثمر عن نتائج إيجابية وإعطاء زخم لهذا الحل السياسي الذي تتفق عليه الدولتان بصرف النظر عن الأشخاص. هناك مقاربة مصرية سعودية لحل سياسي يحافظ على الدولة السورية على محدداتها كدولة ومؤسساتها ووحدتها وسيادتها الإقليمية. هذا هو التوافق المهم بصرف النظر عن الموقف من بشار أو غيره. أيضا فيما يتعلق به هناك اليمن في ظل تطورات على الأرض بالغة الأهمية حققتها قوات الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية والتحالف العربي ومصر عضو هذا التحالف العربي بالذات فيما يتعلق بتعز، وكل ذلك يصب في منح إيجابي أولا للاقتراب من صنعاء حتى يمكن استعادة وحدة الدولة اليمنية والشرعية في اليمن بعد كلها بعد عامين من الصراع. أستاذ عزب، إذا كنا نتحدث عن الدول العربية فنحتاج إلى موقف عربي موحد تجاه القضايا التي تخص المنطقة العربية بأكملها وكل الدول التي تشهد نزاعات عسكرية. سيد العزب طيب الطاهر الكاتب الصحفي، كنت معنا، نشكرك جزيل الشكر. السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. سعادة السفير أهلا بحضرتك، هل هناك رؤية عربية موحدة أصلا للتعاطي مع قضاياها حتى يمكن القول بأن هناك رغبة في بلورة هذا التصور الموحد؟ ما في شك أن الوقت الحالي يحتاج باستمرار إلى التشاور بين البلاد العربية وخاصة بين النواة العربية الأصيلة التي تتكون من مصر والسعودية والإمارات وانضمت لهم الكويت. ما في شك أن المؤامرة على المنطقة العربية ذات أبعاد كبيرة يتم اكتشافها أولا بأول، ولولا موقف مصر الثابت لا أصبحت كل البلاد العربية مصيرها كما مصير سوريا على سبيل المثال. ولذلك
آن الأوان وأصبح الواجب وهو ما يتم فعلا التنسيق على سياسة محددة للترابط في المواقف بين البلاد العربية. وآخر موقف معروف هو موقف قطر. ما في شك أن المرحلة المقبلة تحتاج لقرار عربي كيفية التعامل مع قطر، خاصة أن دول الخليج اكتشفت ما اكتشفته مصر منذ فترة، أن قطر تسير عكس السير بالنسبة للأمة العربية. نعم، هناك محددات في العلاقات بين الدول بعضها وبعض وبين الدول والملفات التي تشتبك معها أو تتفاعل لإيجاد سبل لتسويتها. ما هي الحدود الدنيا المشتركة بين القاهرة والرياض في هذا التوقيت، وما هي القضايا التي تشكل أولوية لهما؟ الحقيقة أن القضايا هي قضية واحدة، هي قضية الأمة العربية، باعتبار أن مصر والسعودية هي نواة العروبة، والتي أراد الله أن تكون هي نواة العروبة منذ أمر إبراهيم أن يذهب بزوجته هاجر المصرية وابنه إسماعيل إلى الجزيرة العربية في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. منذ هذا الوقت البيت واحد، هو أسرة واحدة، ويريد الله أن يدور الزمن ويتأكد ذلك، ويكون كل ما يتعلق بالأمة العربية يجب أن يتم التشاور فيها بين السعودية ومصر، خاصة مواقف الدول الكبرى ومحاولة رأب الصدع العربي حتى لا نكون نهبا لكل متدخل من الخارج. سعادة السفير، باختصار لو سمحت، إذا كان العرب لا يملكون قرارا كبيرا في أغلب قضاياهم، ما هي القضية التي يمكن الحديث بشأنها وتكون أكثر فاعلية غدا باختصار لو سمحت؟ أنا شايف أن التعاون الاقتصادي هو المدخل للمصالح، وأن المرحلة المقبلة يجب أن يكون هناك استثمارات عربية متداولة وتجارة متضاعفة، بحيث يكون الشعوب لها مصالح والأفراد لهم مصالح في هذا الزخم العربي. نعم. وهذا الترابط العربي. نعم. البوابة، بوابة الاقتصاد إذن ستكون البوابة الرئيسة إذن لإيجاد أي سبل لتسوية، أو من باب أولى تنسيق أوجه التعاون بين البلدين مصر والمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك السفير أحمد الغمراوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والسفير المصري الأسبق في العاصمة السعودية. حصادنا مستمر مع حضراتكم، وفيه بعد فاصل قصير. ضرب معاقل الإرهاب في درنة يكشف خبايا الإرهاب في الشرق الليبي. أهلا بكم من جديد. إلى ملفنا الثاني في هذا الحصاد في ليبيا، إذ إلى النوري خرجت خبايا الإرهاب في الشرق الليبي بعد الضربة التي وجهتها القوات الجوية المصرية إلى معاقل مجلس شورى مجاهدي درنة أو ما يعرف بهذا الاسم. تلك المدينة درنة التي تعج بميليشيات أنصار الشريعة وداعش، والتي تعد بدورها آخر المواقع الخارجة عن سيطرة الجيش الليبي في منطقة الشرق. سقطت أيضا آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في الشرق لتكشف عمق المؤامرة التي تحاك ضد مصر على حدودها الغربية، ولتثبت مجددا حتمية حفاظ مصر على أمنها القومي بضرب الإرهاب أينما كان. في تصريحات تؤكد علاقة التنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا بهجوم المنيا الإرهابي الذي راح ضحيته 29 شخصا، كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن منفذي هجوم المنيا كانوا على اتصال بخلايا وكتائب إرهابية في درنة ومحيطها من خلال هاتف الثريا الذكي لتلقي توجهاتهم من خلاله. آخر اتصال من المنيا حسب تتبع الدعم الإلكتروني المصري كانت مكالمات لثريا من مدينة درنة إلى الإرهابيين في مدينة في المنيا.
المسماري الذي تحدث خلال مؤتمر صحفي استثنائي في بنغازي قال إن مدينة درنة الواقعة في الشرق الليبي والتي تعرضت أوكار الإرهابيين بها لعدد من الضربات الجوية المصرية تعد مركزا لعناصر إرهابية مصرية تخطط للإضرار بالأمن القومي المصري. هناك في درنة 2 رؤوس من مصر خطيرة جدا تعمل على إنشاء وتكوين خلايا وكتائب من ضمنها جيش مصر الحر الذي يعد لدخول على مصر المنطقة الغربية غرب مصر، وهناك خلايا أخرى تعد الآن في درنة للضرر بالأمن المصري. التعاون المصري الليبي بشأن تتبع حركات الجماعات الإرهابية في الأراضي الليبية والكشف عن اتصالاتها مع الخلايا الداعمة لها في مصر أكدت أهمية الضربات الاستباقية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية. محللون عسكريون يؤكدون أن الجيش الوطني الليبي يستعد بدعم من مصر ودول أخرى لتسريع خطواته من أجل السيطرة على أكبر رقعة من ليبيا، لا سيما في الجنوب والسيطرة على مدينة درنة آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في الشرق، علاوة على تحركاته الجديدة في منطقة الجفرة الواقعة بوسط الجنوب الليبي والتي تتمركز فيها سرايا الدفاع عن بنغازي الموالية لحكومة الوفاق الوطني. الأجواء الليبية التي يسودها هدوء حذر حينا ومواجهات واشتباكات دامية حينا آخر تؤكد تأهب قوات الجيش لمعركة طرابلس الكبرى التي تأكدت حتمية حدوثها بعد التقدم العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي في الجنوب. المزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور عاطف الحاسي الأكاديمي بجامعة عمر المختار. دكتور عاطف مرحبا بك، أين وصل تقدم الجيش الليبي في ضوء المعلومات المتواترة في الداخل الليبي في منطقة الجفرة بداية؟ سادة في المحطة، هي في الواقع وصل تقدم الجيش الليبي إلى منطقة الجفرة بالكامل، وهي التي تحوي 3 بلدات رئيسية وهي هون وسوكنة وودان، وتقع في وسط الجنوب الليبي، وأحكمت السيطرة على معظم المواقع التي في هذه المدن التي كان بها هذه عناصر ما يسمى بسرايا إنقاذ بنغازي وبعض الإرهابيين وبعض من المعارضة الشادية. واليوم أحكموا السيطرة أيضا على مطار الجفرة وهو مطار عسكري ومعسكر رواغة وهو مخازن عسكرية تتبع للجيش الليبي، وبالتالي بهذا تكون إقليم الجفرة بالكامل تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي. ما هي النتيجة المترتبة على ذلك مباشرة أن يحكم الجيش الليبي سيطرته على منطقة الجفرة بالكامل وبالضرورة السيطرة على القاعدة العسكرية فيها؟ ما هي النتائج المترتبة على الأرض على ذلك؟ هي بصراحة النتائج أولا هي نتائج أمنية، وهي تأمين ما تم السيطرة عليه في الشرق الليبي في برقة وهي بنغازي وغيرها من المدن، ربما الاستثناء الوحيد هي مدينة درنة التي يوجد بها بعض هذه الجماعات، ولكن من الناحية الاستراتيجية فهي عمق استراتيجي لهذا الإقليم بالكامل، وبالتالي مسألة أمنية من الطراز الأول. يستطيع الجيش الليبي التحرك بسهولة في أكثر من ثلثين الوطن الليبي بما في ذلك سبها وأقليم فزان بالكامل. تتحدث عن السيطرة عن ما بعد السيطرة على درنة، يصبح الجيش الليبي قد أحكم سيطرته على ثلثي المحيط الليبي ولا ما بعد الجفرة؟ هو بصراحة درنة بشكل كبير ليست هي مدينة في بعض ضواحيها تقع بعض تجمعات هذه القوى الإرهابية والمتمثلة في مجلس شورى ثوار مجاهدي درنة وكتيبة بوسليم وبعض من بقايا أنصار الشريعة وبعض من بقايا أنصار الدولة الإسلامية، وبالتالي بذلك لو استطاع الجيش الليبي السيطرة على ضواحي درنة وبعض الأودية المتاخمة لدرنة وبعض المعسكرات التي داخل في درنة والقبض على هذه العناصر من داخل المدينة، فبذلك نستطيع القول بأن كل الشرق الليبي والجنوب الليبي هو خالي من الإرهاب على الأقل بشكل مبدئي، بشكل لا يوجد فيه تجمعات كبيرة لهذه التجمعات التي تهدد الأمن القومي وتهدد دول الجوار بالتحديد.
دكتور عاطف، ما هي أوجه الاتفاق أو الاختلاف بين المعركة التي دارت وعلى أساسها تم طرد مقاتلي ما يعرف بتنظيم داعش من مدينة سرت والمقاتلين المتواجدون الآن في مدينة درنة؟ هل ثمة ارتباطا فكريا أو تنظيميا ما بين هذه العناصر وتلك؟ وما هي أوجه الاتفاق أو الاختلاف بين المعركتين؟ هو معظم المعلومات التي أتت من قتلى الذين قتلوا من أنصار تنظيم الدولة في سرت في العمليات التي قام بها ما يسمى بالبنيان المرصوص، معظم المنتسبي هذه الجماعات هم بصراحة من مدينة درنة وبنغازي وغيرها من الشرق الليبي، فتجمعوا من حوالي 3 سنوات في مدينة سرت، وبالتالي هناك تبعية أولا أيديولوجية وثانيا تنظيمية ما بين هذه التنظيمات التي قد تنتهي في سرت ولكن ستتمدد غربا وجنوبا إن سنحت لها الفرصة ولم يكن هناك المؤسسات العسكرية والأمنية بالمرصاد لها، ولكن التبعية واضحة ما بين ما كان في سرت وما هو موجود في درنا الآن، وهناك دلائل كبيرة من القيادات والأشخاص والدعم المادي والمعنوي لهذه الجماعات. نعم دكتور عاطف، على المستوى الاجتماعي، على المستوى كما يسمونه السيسيولوجي داخل دولة ما ليبيا نموذجا، ليبيا دولة كبيرة للغاية مترامية الأطراف، نزح ربما جانب كبير من أبنائها وسكانها إلى مصر إلى تونس إلى الجزائر إلى دول عدة، لكن هناك قتالا ضاريا يدور، من الذي يقاتل في هذه الميليشيات وفي هذه الكتائب المنفصلة؟ هو لو وصفنا الحالة الليبية من ناحية النزوح الليبي فهي نقصت بمعدلات كبيرة جدا في آخر سنتين بعد أحكام سيطرة الجيش على 90% من المناطق التي يتواجد بها الجيش والقيادة العامة للجيش، وبالتالي هناك حالة من الثقة على أن هناك وجود لجيش وطني موحد ومؤسسات أمنية تستطيع السيطرة على هذه الجماعات، ولكن هناك بالتأكيد تأثير اجتماعي وسياسي وديمغرافي داخل المدن الليبية، نزوح بعض إلى مدن أخرى، ولكن لا، أنا أسأل دكتور عاطف عن باقي الميليشيات التي تقاتل عن باقي الميليشيات التي تقاتل في كل القطر الليبي، من أين أتت؟ إذا كان الليبيون الجانب الأكبر منهم بعيدا عن السنتين الفائتتين ذهبوا إلى دول الجوار، من الذي يقاتل في هذه الميليشيات؟ في الواقع ان ميليشيات نوعين من الميليشيات، هي ميليشيات محسوبه من ناحيه الايديولوجيه على الاسلام السياسي سواء الذراع المسلح للاخوان المسلمين او ما شابه من انصار الشريعه وغيرها، وهي جماعات بصراحه مختلطه من جميع الجنسيات العربيه وحتى الاجنبيه من ادغال افريقيا اتت الى ليبيا، وهناك يبدو بان هناك مؤامره في نظري على توطين هذه الجماعات في هذه الرقعه الكبيره، وفي أكثر من حالة نجد بأن المنتسبين لهذه الجماعات إما محسوبين أيديولوجيا على أقطاب أخرى خارج القطر الليبي أو ليسوا ليبيين على الإطلاق، وبالتالي وهذا السبب الذي تفضلت به وهو اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة التحكم الأمني خاصة بعد الثورة الليبية في 2011 في زعزعة الجيش الليبي وضرب البنى التحتية للجيش الليبي من قبل التحالف الدولي أو حتى انتشار السلاح الذي أدى إلى انتشار السلاح في ليبيا وفي المناطق المجاورة. على المستوى الاقتصادي، هل تلمسون انعكاسا ما بعد السيطرة على منطقة الهلال النفطي من قبل الجيش الليبي في معركتين منفصلتين أو ما بدا كأنهما مرحلتين متتاليتين، هل تلمسون تغيرا ما على الواقع الاقتصادي الليبي ما بعد السيطرة على الهلال النفطي؟ هو بالتأكيد أولا أثر تأثيرا إيجابيا على الإنتاج النفط الليبي بعد دخول الهلال النفطي من قبل الجيش الليبي من حوالي 3 أشهر أو من 4 أشهر ماضية، فارتفع الإنتاج النفط من 500,000 برميل إلى الآن 800,000 برميل في اليوم، وأمنت معظم حقول النفط والتي في الجنوب الغرب جنوب الشرق الليبي والخطوط الممتدة من الجنوب إلى المواني المصدرة في الشمال، وبالتالي من الناحية الاقتصادية فإن هناك حراك يعني فائدة إيجابية على النفط بالتحديد، وحتى حركة التجارة بين المدن، رجعت التجارة بين المدن ورجعت المراكز التجارية التي طالما كانت في جدابيا وبنغازي وغيرها،
وبالتالي الحركة الاقتصادية نشطت بشكل واضح في آخر 4 أشهر بعد دخول الجيش الليبي، وهو ما يطلبه حتى المجتمع الدولي والدول المجاورة في تأمين القدرات الاقتصادية للدولة، وهي التي تتمركز بشكل كبير في نصف وجنوب القطر الليبي. نعم دكتور عاطف، بالحديث عن الجيش الليبي، هناك معضلة أساسية مرتبطة بالحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، بينما المجتمع الدولي يقول أنه حال الوصول إلى حكومة واحدة تمثل الشعب الليبي ساعتها يمكن الحديث عن تسليح الجيش الليبي بشكل منتظم ورفع الحظر عن هذا التسليح، والحديث مباشرة عن جلسات الحوار التي ستعقد وتستضاف في العاصمة الجزائرية في 5 و 6 من الشهر الجاري. هل من أفق منتظر للحل؟ هو بصراحة مسألة تسليح الجيش الليبي ليست بالطريقة التي يراها البعض بأنها هي أداة لضرب الإرهاب حالا، ولكن هناك ما يكفي من السلاح في اعتقادي في دحر الإرهاب، ويكفي من الرجال والهمة في الجيش الوطني الليبي لضرب معظم أوكار هذه الجماعات الإرهابية. ولكن من الناحية الجيوسياسية والجيو أمنية، يجب على الجميع معرفة بأن هناك جيشا ليبيا متسلحا تسليحا متطورا قادرا على حماية الحدود الليبية. حل المعضلة الأمنية ثم الحديث بعد ذلك عن أفق سياسي. هذا ما سمح به وقت هذا البث المباشر. أشكرك شكرا جزيلا من مدينة بنغازي الليبية الدكتور عاطف الحاسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار، شكرا جزيلا على انضمامك لنا. متواصلون مع حضراتكم وبعد قليل. قطر وأموالها كتاب أسود وسلسلة مؤامرات لضرب استقرار الخليج العربي. أهلا بكم من جديد. الآن مشاهدين الكرام نتحول مع حضراتكم لمتابعة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مشاركته في حفل إفطار المرأة المصرية هذا اليوم. بيبقى يعني زوج وزوجة، يعني في أب كمان، لكن لا شك إن الأم اللي ربت وسهرت وبعدين في الآخر بتقدم ابنها أو زوجها أو حتى أخوها، فمصر بتشكركم، وكل أمن وأمان إحنا عايشين فيه أنتم سبب فيه، أنتم سبب فيه، وده حاجة مش بسيطة. العطاء ده عطاء مش بسيط عندنا وقبلنا كلنا عند ربنا سبحانه وتعالى. كمان الحقيقة السيدة المصرية غير دول كتير من العالم، لظروف مصر الصعبة هي بتتحمل كتير، والحقيقة واحنا بنعمل اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي السنتين اللي فاتوا ولا اكتر، يعني انا كنت عارف ان في كل بيت ليا سند، او لمصر سند، بلاش ليا انا، لمصر سند. والله والله، والمصر سند ده حاجه عظيمه جدا، صحيح، ربنا يبارك فيك. فالحقيقة زي ما بقول كده، كنت واحنا ماشيين في الإجراءات ديت ما كانش عندي شك ان رغم انها قاسية، ورغم ان يمكن كتير من الأزواج بيجوا يدوا اللي في جيبهم، لو كان يعني اللي في جيبهم بيبقى مش كتير قوي، ويدي لزوجاتهم ولا تصرف انت وتتصرف فانا بوجه لكم الشكر كمان على التضحية ديت وعلى التحمل ده. بس أنا عايز أقولك على حاجة، المسار اللي احنا ماشيين فيه ده قد يكون مسار قاسي وقد يكون مسار صعب. امبارح كنت قاعد مع نفسي كده أقول إيه ده، أنا مرة كتبت وقلت إن الوطن والشعب المصري لم يجد من يرفق به أو يحن عليه. أنت يا عم عملت لهم إيه؟ صحيح، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. فقلت طب فين، وبعدين قلت في عقلي هو الرفق مش بس طبطبة، الرفق مش بس طبطبة، الرفق هو الإجراء السليم اللي بيتعمل لأجل ينصلح حالنا.
لاجل ينصلح حالنا ودايما ما نعتمدش غير على الله سبحانه وتعالى وعلى انفسنا. وده امر مش يسير. احنا بسم الله ما شاء الله عدد سكان ضخم، محتاج كتير عشان نبقى مطالبه المناسبة، حتى مش هقول الزيادة تتلبى. لكن أنا بقول، كنت دايما وإحنا بنعمل الإجراء ده بقول أنا هخاطب هكلم الست المصرية وأقول لها من فضلك، وبقول لها دلوقتي تاني من فضلك ساعديني وساعدي مصر. متشكرين. فعايز أقول بس، أرجع مرة تانية، كنت بقول إن المسار اللي احنا مختارينه مسار قاسي ومؤلم، لكن والله ان شاء الله باللي احنا بنعمله ده احنا بنحط اساس حقيقي لدولة حقيقية، دولة حقيقية. طبعا يعني انا بدأت يمكن باكتر حاجة بتقدمها كل ام وكل زوجة وكل اخت وكل ابنة، اللي هو الشهيد. يعني لان حتى ده لما اتعمل ده كان يعني حتى العطاء ده كان موجود بيتقدم لاجل ان البلد دي كلها تبقى في امان وفي سلام، ولاجل ان الكل اللي بتكلم عليه هو الراجل والسيدة والطفل والشابة والشاب وكله يبقى في امان. وفي ناس مش عايزة ده يحصل عندنا. ده مش عايز، طبعا مش عايزين. يعني هل معقول ان المصريين لمدة تقريبا 4 سنين دلوقتي كل ده نعمله نأذيهم في رزقهم مستحملين، اشاعات مش عارف عاملة ازاي مستحملين؟ على كل حال، فانتم قدمتوا في الدور ده وتقدموا اللي هو التضحيات من اجل حماية الوطن، والتضحية اللي قدمتوها من أجل إن احنا نعبر بالسفينة في ظروف صعبة اقتصاديا، برضو ده تضحية أخرى كل التقدير والاحترام ليكم فيها. طبعا احنا زي ما الشابة اللي تحدثت أو الأنسة اللي تحدثت مش عارف لما بتقول ده، طيب احنا ما عندناش عواجيز في مصر خالص. لا ما عندناش عواجيز في مصر. فبتقول ان يعني عام 17 هو عام المرأة المصرية، صحيح. ويا رب ان احنا نستطيع في خلال هذا العام ان احنا نعمل شيء من التقدير للدور اللي بتقوم به المرأة أو السيدة المصرية في مجتمعنا، في مجتمعنا بظروفه كلها. يا رب نقدر نعمل ده. وكلام ده ليا وللحكومة وللمحافظين. فإن شاء الله نقدر في عام 17 اللي هو اللي احنا اعتبرناه وبنعمل ان هو يبقى عام لتكريم وتقدير السيدة المصرية، نبقى نقدر نعمل فيه الدور ده. أنا مرة تانية سعيد إن أنا التقيت بيكم، وسعيد إن أنا يعني تناولنا الإفطار مع بعضينا. الله ربنا يبارك فيك. حاضر. يعني في حديث من سيدة مصرية برضو بتتكلم عن الفن، وإحنا حريصين والله حريصين على ان احنا ما فيش اي مجال من المجالات او قطاع من القطاعات او اللي احنا يعني ياخد مكانه، لان هو مكانه مهم جدا. ما فيش حاجة نقدر نقول ان احنا مش محتاجينها، وبقوة على اساس ان الظروف اللي احنا فيها دي محتاجة تكاتفنا جميعا، كل التكاتف. ما فيش قطاع من القطاعات، لو قلنا الإعلام، لو قلنا
أجهزة الدولة المختلفة، لو قلنا البرلمان، لو قلنا المرأة المصرية، لو قلنا الفن، لو قلنا الثقافة، لو قلنا الرياضة، كل القطاعات احنا محتاجينها الحقيقة. أنا بس بقول مرة تانية أنا متشكر أن أنتم شرفتموني هنا بوجودكم معنا، وأنا متشكر أن أنتم قبلتوا الدعوة وأن أنتم تكونوا موجودين معنا، وكل عام وأنتم طيبين. متشكرين جدا، شكرا جزيلا. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن في إطار مشاركته في حفل إفطار المرأة المصرية والذي عقد في هذا المساء. هذا الحفل، حفل الإفطار الذي أكدت رئاسة الجمهورية على حرصها أن يستهل الإفطار السنوي في هذا العام أو في هذا الشهر، شهر رمضان المعظم بالمرأة المصرية، تقديرا لدورها. الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار هذه الكلمة وجه التحية للمرأة المصرية التي من فكت تقدم الشهداء من ابن وزوج وأخ، ثم تحدث بعد ذلك عن مجمل التطورات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكفت الدولة المصرية على تقديمه خلال الفترة الماضية، ثم تحدث كذلك عن ضرورة تحمل بعض هذه الأعباء، وهو يدرك تماما أن البرنامج الاقتصادي ربما يكون له بعض التبعات القاسية، لكنه يدرك تماما تحمل الدولة المصرية وتحمل الأسر المصرية لبعض هذه الأعباء، مؤكدا ثقته في أن تمضي الدولة المصرية قوية في أعقاب هذه الإجراءات التي تتم. وعودة مرة أخرى لملفات الحصاد الإخباري، ونعود الكتاب الأسود لقطر، تتعدد فصوله ولا تنتهي صفحاته. سلسلة من المؤامرات تدبر في الخفاء لضرب الأشقاء والجيران. تملك قطر الثروة وتسعى لكسب الزعامة، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى لتفتيت الجغرافيا العربية وتحويل دول الخليج الكبرى لدويلات ببث التطرف والإرهاب وزعزعة استقرارها، حتى وإن أغدقت في سبيل ذلك أموالا طائلا. للمزيد في هذا الملف معنا مباشرة السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية سابقا. سيادة السفير، يعني يوما بعد يوم تتوالى الطعنات السامة في الجسد العربي من خلال قطر التي تسعى لبث الفتنة والعبث بالأمن القومي العربي، لماذا تسعى قطر دائما إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دعمها للجماعات الإرهابية في ليبيا وتمويلها بالسلاح؟ أنا الحقيقة أنا بحب أقول النظام في قطر وليس قطر. قطر دولة عربية شقيقة وشعب عربي شقيق، إنما هناك نظام الحقيقة بيعاني من مركبات نقص، وبيريد أن يلعب دور أكبر من الدور المتاح لي. قطر بالرغم مما تمتلك من أموال، إنما لا تزال دولة صغيرة في المساحة، ودولة صغيرة في عدد السكان، ودولة صغيرة في خبرتها السياسية. يعني قطر ظهرت كدولة على الساحة في أظن سنة 72، يعني أصغر مني أنا شخصيا بعدد كبير من السنين. نعم. فبالتالي السياسة هي خبرة تراكمية وقدرة على التنفيذ نتيجة لمقومات ديموغرافية ومقومات جغرافية، وهذا غير متاح لقطر الحقيقة، وبتريد أن تلعب بأموالها دور أكبر من الدور المتاح. إذن استعراضا لما قامت به قطر سيادة السفير، كيف تأثرت برأيك دول الخليج بهذه المؤامرات القطرية، وأيضا عدم احترامها لتعهداتها سواء على صعيد مجلس التعاون الخليجي أو القمم العربية؟ يعني أعتقد أن التأثير على دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون الخليجي كان من أنجح التنظيمات دون الإقليمية. يعني إحنا كان عندنا الجامعة العربية، ثم تفردت دول الخليج بالتنظيم مجلس التعاون الخليجي نتيجة لتقارب ظروفها وتشابهها. نعم. أصبح الآن هناك شرخ في هذه الجبهة الناجحة بتهدد استمرار هذا النجاح نتيجة لموقف شاذ من عضو من أعضاء المجلس، وهذا أيضا يهدد سلامة دول مجلس التعاون الخليجي، لأن
التعامل مع التنظيمات الإرهابية لا بد أن ينعكس على من يدعمه في النهاية. وقد أخذنا درس ما فعلته الولايات المتحدة في أفغانستان بدعمها الطالبان، ثم انقلب عليها الطالبان وأصبح يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. هذا درس يجب أن نعيه، ألا نثق في تنظيمات إرهابية غير مسؤولة، فضلا نعم. أنه يصب برضو جام غضب المجتمع الدولي على المنطقة. يعني نحن أمام موقف عربي موحد سيادة السفير تجاه قطر، موقف في عزل قطر سياسيا، ولكن هل الموقف الدولي يعني من الممكن أن يوقف قطر عن ممارستها لدعم الإرهاب؟ يعني شوف، هو الحقيقة المشكلة أن هناك انقسام حول موضوع الإرهاب، انقسام دولي. يعني انت اذا نظرتي الى سوريا بتجدي ان الولايات المتحدة بتدعم تنظيمات بيراها روسيا مثلا، بتراها تنظيمات ارهابية، ونفس الشيء روسيا برضو بتدعم تنظيمات بتراها الولايات المتحدة ارهابية. مصر دعت منذ الثمانينات الى مؤتمر دولي عام يعرف الارهاب ويأخذ معه العالم المتحضر موقف موحد من الإرهاب. أكبر شيء بيعرقل الحرب ضد الإرهاب هو عدم وجود تعريف موحد، وإن هناك دول تدعم تنظيمات إرهابية لأنها تخدم أجندات خاصة لهذه الدول، فده بيعرقل الحرب ضد الإرهاب وبيجعل الإرهاب في منأى عن موقف دولي موحد ضده. إذن برأيك يعني ما الذي من الممكن أن يوقف مثل هذه الممارسات؟ هل هو موقف عربي أو موقف دولي أم الاثنين معا؟ يجب أن يكون هناك موقف عربي وموقف دولي. الحرب ضد الإرهاب أنا بعتقد أنها الحرب العالمية الرابعة. كان هناك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ثم الحرب الباردة وهي كانت أيضا حرب عالمية، ثم الآن هناك الحرب ضد الإرهاب الذي طال جميع أركان العالم. يعني الإرهاب ضرب في الولايات المتحدة، الإرهاب ضرب في بريطانيا، الإرهاب ضرب في فرنسا، الإرهاب ضرب في الهند، الإرهاب ضرب في اليابان. إذن يجب أن يكون هناك موقف موحد من الدول المتحضرة ضد هذا الوباء البربري غير المتحضر. نعم بالفعل هناك الكثير من التساؤلات، ما الذي تريد قطر من بعض الدول العربية على سبيل المثال سوريا، ولكن ربما سنعرف في القريب العاجل. كنت معنا مباشرة سيادة السفير محمد شاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية سابقا، شكرا جزيل الشكر. نهاية حصاد الأخبار، هذا تذكير بأبرز ملفاته. من السودان إلى السعودية فالجزائر، الدبلوماسية المصرية نشاط مكثف لحل الأزمات الإقليمية. ضرب معاقل الإرهاب في درنا يكشف خبايا الإرهاب في الشرق الليبي. قطر وأموالها كتاب أسود وسلسلة مؤامرات لضرب استقرار الخليج. نهاية الأخبار، مزيد من الأخبار بإمكان حضراتكم دوما متابعتها والتعرف عليها عبر موقعنا الإلكتروني. الموقع ذاته يوفر لحضراتكم إمكانية متابعة البث الحي للقناة. أما جديد التطورات والأخبار أولا بأول فعبر حساباتنا الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. موعدنا الإخباري اللاحق يأتيكم عند الواحدة من بعد منتصف ليل القاهرة بحول الله. دمتم في أمان الله.